السلام عليكم. طبعا كلنا الايام ديت في لبس الصوف واللبس اللي هو التقيل، يعني لبس الشتاء عموما، بنلاقي الوبر والحاجات اللي بتحصل في اللبس دي، وبيكون شكلها مش حلو خالص. انا جايلكم النهارده بفكره بسيطه خالص اللي هنستخدمه، هي مكنه الحلاقه. دي مكنه حلاقه اي نوع، ده اللي هنستخدمه بس عشان نشيل الوبر اللي موجود في الجاكيت ده. طبعا انتوا شايفين شكله عامل ازاي. انا جبت لكم اكتر حاجة يعني بيحصل فيها وبر من الغسيل. طبعا هو عادي، مش مشكلة غسالة ولا حاجة، بس ده بيحصل عادي. فهنستخدم بس مكنة الحلقة دي، وهبتدي اشيل كده بالراحة خالص. بصوا بيطلع بمنتهى السهولة. طبعا الفكرة سهلة وبسيطة خالص، ما فيهاش اي صعوبة. بصوا بمنتهى السهولة بتتشال الوبر وبيرجع كأنه جديد خالص بالشكل ده كده. بصوا قد ايه، بصوا كل ده طبعا كان في الجاكيت، بقى ملمسه ناعم ورجع كأنه ما فيهوش اي حاجة خالص وكأنه جديد. انا شغالة اسرع او شغالة براحتي، لان انا عارفة ان هنا مش هيتجرح، او الخامة القماش دي مش هتتجرح او مش هتتقطع يعني، فشغالة براحتي خالص وعلى مهلي. هبتدي اعمل كده في الجاكيت لحد بكون الأجزاء أو الوبرة كلها هتطلع معي بالشكل ده كده. أنا عايزة أوريكو شكله كمان بعد ما يخلص، وكمان هستخدم معاكو خامة تانية وهوريكو ازاي عامل بنشيلها مع بعض وبنشيل الوبر اللي بيكون موجود فيها. طبعا ملاحظين الفرق كده، الجنب ده انا عملته والجنب ده ما عملتوش زي ما انتوا شايفين كده اهو. يا رب تكون الكاميرا موضحاه. بصوا ده كده ما اتعملش، ده الجنب اللي انا عملته ما خدش في ايدي ثواني ورجع كأنه جديد ما فيهوش اي حاجة. طبعا دي طريقة اسلم طريقة واسهل طريقة. خلاص هنستخدم خامة تانية برضو ده فستان اهو بالشكل ده، وطبعا خامة الصوف بتاعه مختلف شوية عن اللي اشتغلنا فيه من شوية. خلاص ده برضو هنجيب نفس الفكرة، هنجيب برضو مكنة الحلاقة بالشكل ده وهبتدي اشتغل فيها كده. خلاص
هلاقي كل الوبر معايا بيتشال بالشكل ده. طبعا هو كتير وكان باين قوي. طريقة سهلة ومش مكلفة، وكمان مش هتاخد معاكي وقت، بس هتفرق كتير في شكل اللبس. خلصت الكم ده، طبعا الفرق واضح، دوت نظيف خالص ما فيهوش اي حاجه كانه جديد، وده انت لسه ما عملتوش. طريقه سهله جدا جدا، كمان هعمل معاكم في خامه تانية او في شكل تاني من البلوفرات او الحاجات الصوف كمان برضو. دوت في حاجات كده او بيبقى طالع كانه شعر وبيبقى شكله مش حلو كمان في اللبس، فهبتدي برضو بالمكنه هيطلع معايا. هعمله كده بالشكل ده، اي زيادات عن القماش طبعا اهو بصوا، كل دوت بيكون طالع كده شكله مش حلو، ندور شكل اللبس. هبتدي اشيله كده برضو بالمكنة. في ناس كتير بتستخدم الحجر بتاع الرجل، بس مش بيدي نفس النتيجة، وكمان بيجرح الهدوم، فالهدوم ديت عايزة حاجة تكون خفيفة، وطبعا مكنة الحلاقة خفيفة مش هتجرح القماش ولا هتعمل فيه اي حاجة. الفكرة سهلة وبسيطة وكمان عملية وحلوة جدا لتنظيف الوبر اهو، زي ما انتم شايفين كل ده طالع من البلوفر. طبعا ملاحظين الفرق واللي احنا شلناه من البلوفر قد ايه. اتمنى فكرة النهارده تكون عجبتكم. السلام عليكم.